ما الذي اختلف بدور نجوم العراق عن الدور الكروي الممتاز بالموسم الماضي؟ ما اختلف بس المسميات. لان انت دوري المحترفين احنا اللي نسميه هو. اي. دوري المحترفين لازم جميع الانديه تكون غير خاضعه الى مؤسساتيه. اي. واحنا اغلب اندياتنا هي مؤسساتيه. يكون هناك مستثمرين يستثمرون النادي، هم اللي يستقطبون اللاعب، وتكون هناك ميزانيه كافيه لمده سنه لجميع اللاعبين. ما عندنا، ما موجوده احنا. لكن يجب تسميه دوري ممتاز او دوري المحترفين. يعني لا فنيا اختلف، لا تنظيميا اختلف، باقي تنظيميا اختلف. لا تنظيميا اختلف، ما اختلف بس الاسم. الاسم تنظيميا اختلف، قلت لك هي اللعب على هاي الملاعب. انت مو انت من سمي دوري محترفين لازم كل واحد عنده ملعب، انت هو النادي نفسه. كيف انا تتحدث عن طبيعه الانديه وجنسها وعملها؟ ما اختلف شيء. لا ما اختلف شيء. لا بس كتنظيم دوري اختلف. تنظيمي الملاعب، انت وين تلعب؟ على فقط ملاعب محدده، مو كل نادي عنده ملعب مثل ما معمول. لازم كل نادي عنده نادي عنده ملعب. انا كيف اشارك فريق دوري محترفين وما عنده ملعب وعنده ميزانيه كبيره؟ زين. وانا ما باني لي ملعب. تجربه جديده لحيدر محمود مدربا لنادي